السلام عليكم ورحمة الله، أنا المهندس فاروق إبراهيم، وبهذا الفيديو راح نشوف حل سحري جدا لموضوع الريندر في برنامج 3 دي ماكس. بعد هذا الفيديو راح تتمكنوا من الحصول على ريندر سريع جدا وبوقت قياسي. هذا الفيديو موجه لجميع الأشخاص اللي بيستخدموا برنامج 3 دي ماكس وعندهم مشكلة بانتظار وقت طويل لانتهاء الريندر. أهلا وسهلا فيكم من جديد. هلا باختصار شديد جدا، أنا عندي مشروع مكتب مثل ما احنا شايفين، صممنا المكتب وانتهينا، بقي فقط 4 ساعات لتسليم الريندر الأخير. لكن مثل ما احنا شايفين، إذا دخلنا على الباتش ريندر أنا بحاجة 8 صور. فلحتى الريندر ال8 صور هدول، مثل ما بنعرف بالريندر العادي نحن بحاجة 6 إلى 7 ساعات أو حتى أكثر حسب إمكانيات الجهاز. لكن باعتبار الوقت اللي معي هو 4 ساعات كحد اقصى، فانا قدرت رندر ال8 صور هدول بوقت رندر واحد، يعني تقريبا ساعة ونص. خلوكم معي حتى نشوف الطريقة مع بعض ان شاء الله. بداية بنحدد كاميرا الفيراي او اي كاميرا تانية، ما في مشكلة، نحط الاوتو جريد وبنطلع على التوب بهذا الشكل تقريبا، بنيجي على النص وبنفتح الكاميرا بهذا الشكل، بعدين بننزل الكاميرا هاي للمنتصف مثل ما احنا شايفين بهذا الشكل تقريبا. فحاليا صار عندنا الكاميرا، اذا بنشوفها من فوق هاي الكاميرا اللي نزلناها صارت بالمنتصف. فحاليا بنيجي على الرندر. هلا هون بنزيد حجم الصورة حتى تكون دقة الرندر عالية، يعني حاليا 1600 بنعمله 3500. طبعا اذا معكم وقت بامكانكم تنتظروا وقت اكبر فاعملوها اكثر من 3500، فيكم تعملوها حتى 5000 ما في مشكلة، كل ما زاد حجم الصورة بتزيد الدقة. وبعد هيك بنيجي على فيراي وبنختار كاميرا مثل ما احنا شايفين. بعد ما اخترنا الكاميرا من هون بنختار الخيار الثاني وبنضغط على هذا الزر، ومن هون بنختار 360 او بنكتب 360 حصرا. وبعد هيك بامكاننا نعمل رندر للصورة. هلا حاليا مثل ما بنشوف الصورة عم تطلع معنا بشكل غريب، اللي هو صورة 360 درجة. فرح ننتظر لحتى ينتهي وقت الرندر ونرجع نكمل الفيديو ان شاء الله. مثل ما احنا شايفين انتهى معنا الرندر بهذا الشكل، صورة 360 درجة مثل ما احنا شايفين بهذا المنظر. هلا حاليا وصلنا للنقطة الأهم بهذا الفيديو، اللي هي كيف بدنا ناخد لقطات متعددة من هاي الصورة اللي أخذناها، اللي هي صورة 360 درجة. طبعا نحن بحاجة لنحمل برنامج جدا صغير حجمه تقريبا 90 ميجا، راح اترك لكم رابط بصندوق الوصف، برنامج مجاني. طبعا مثل ما احنا شايفين حجمه 90 ميجا، ما بيطول 5 دقائق ليتحمل. بعد ما يتحمل معنا بنضغط فقط على هذا الملف وبنستنى حتى يثبت تقريبا ايضا 5 دقائق، وبصير عندنا البرنامج جاهز. هلا حاليا مثل ما احنا شايفين تم تثبيت البرنامج بنجاح، فراح نشغله. طبعا واجهة البرنامج راح تكون بهذا الشكل، الصورة اللي عملناها للرندر صورة 360 درجة بنسحبها وبنزتها بالبرنامج بهذا الشكل. طبعا راح يطلع معنا بهذا الشكل، بنحرك الدولاب تبع الفارة مثل ما احنا شايفين، صار في معنا صورة 360 درجة بإمكاننا نتنقل بكافة الزوايا وناخد لقطات مثل ما بدنا. طبعا حتى ناخد لقطات، مثلا بدي اخد لقطة لهاي الزاوية، بنضغط على فايل ايميج كابتشر مثل ما احنا شايفين، نحدد مكان الحفظ وبنعطيه سيف، نتحرك ايضا. البرنامج جدا سهل، بامكانكم فورا تتعرفوا عليه وتتعلموا على جميع الشغلات الموجودة فيه. لو اخذنا مثلا هاي الزاوية نعطيه ايضا فايل نسميه ايضا بهذا الشكل، راح اخذ اكثر من لقطة، مثلا ناخذ لقطة بهذا الشكل للسقف. بهذا الشكل هلا حاليا مثلا اخذنا الصور اللي بدنا اياها هون، ونفتح نشوف كيف راح يطلع معنا. مثل ما احنا شايفين الصور جدا ممتازة، يعني في حال مضطرين انتوا لرندر بوقت معين او وقت قصير فهذا دواء جدا مناسب لكم. مثل ما احنا شايفين تقريبا الصورة طولت او الرندر طول ساعة ونص فقط، وحصلت على كل هدول الصور. طبعا لسه في بامكاني اخذ رندر من عدة زوايا، لكن اكتفينا بـ4 حاليا.
في حال عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا إعجاب وتشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.